بعض الناس يريدون أن يتخففوا من التكاليف الشرعية حتى يقتربوا من الناس فلا يخالفون الناس، ظنا أنهم إن فعلوا ذلك أحبهم الناس واقتربوا منهم، وهذا الأمر فيه نظر عظيم. قال ربنا عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالإنسان عليه أن يكون متبعا لشرع الله عز وجل، لا أن يكون حرصه على أن يوافقه الناس أو أن يقبل الناس منه، يشوف الناس أيقبل منه إزاي يعمل كده. لا بأس يكون حاوي، لا بأس يكون ممثل كومبارس أو ممثل أو حتى رقاص. الدعوة إلى الله عن طريق الرقص، لا تتعجبوا. أحد الإخوة الأفاضل منذ أسبوع تقريبا أطلعني على سؤال خطير جدا. السؤال ده وجه لأحد الشباب الذين يصدرون أنفسهم للإفتاء والإبلاغ عن رب العالمين، الفقهاء الجدد لا كسر الله منهم أو كسرهم الله، الفقهاء الجدد كسرهم الله. سئل أحدهم سؤالا، وهذا السؤال على النت: أيها أفضل، قول الأسماء إيه؟ إيه؟ إليزا ولا أصالة؟ هذا السؤال يوجه إلى فقيه من الفقهاء الجدد: إليزا ولا أصالة؟ إيه؟ بالسين، معلش. أيها أفضل، إليزا ولا أصالة؟ أنا لا أعرف هذه ولا الأخ فهمني، قال لي دول اثنين مغنيتين رقصين يغنيان بالكليبات، وحاجة من أراد أن يتقيأ وهو يشاهد أو يسمع فليشاهد هذه الأشياء، إن لا يراجعون. بدل ما يقول اتقوا الله، احفظوا أبصاركم عن النظر عن محارم الله عز وجل، بدل ما يقول أفضل السماع كلام الله عز وجل ويتلو قول الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا. يقول الممثلة الفلانية أفضل، أو الصوت الفلاني أفضل من هذا الصوت العلاني، وصوت الفلاني أوسع مش من الحنجرة من صوت العلاني، ولكن هذه صوتها أفخم. ما هذا؟ هذه أفخم وهذه أوسع وهذه أقوى ودي حنجرتها أفضل. سبحان الملك، من هؤلاء؟ إنهم الفقهاء الجدد. بيقولوا الكلام ده ليه؟ علشان لما الشباب الصغير يسمع يقول ده ما شاء الله شيخ مودرن، شيخ حديث، شيخ مش قفل،
شيخ كل حاجة عنده بقى جائزة حلال. وهؤلاء الفقهاء الجدد كسر الله أمثالهم يزعمون أنهم هو الصوت الحر الذي يحبب الناس إلى الله ويقربهم من الله. ما هذا الكلام؟ هذا كله من أجل أن تقترب من الشباب ويسمعك الشباب. فهذا إضلال للناس، هذا إضلال للناس. ليس المطلوب أن تكثر الناس حولك، ولكن المطلوب أن تقرب الناس إلى الله عز وجل، لا أن تضل الناس. فاتقوا الله. ولذلك إذا تكلمت بالحق في كل حال ربما قوبلت بالمخالفة الشديدة. ولهذا كان من أصول هذا المنهج المبارك الصبر. إذا نحن نتعلم العلم لنعرف الحق، فإذا ما تعلمنا العلم عملنا به، وجزء من العمل بهذا العلم أن تدعو إليه. فإذا عملت بالعلم ودعوت إليه يمكن أن يصيبك شيء من العنت، وهنا كان الصبر. فالصبر في معرفة الحق هذا مطلوب، والصبر في العمل بالحق هذا مطلوب، والصبر في الدعوة إلى الحق هذا مطلوب، والصبر أيضا في مصابرة الناس ومخالفتهم للحق هذا مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الله طلب منه المشركون أن يعقدوا مجلسا لهم بعيدا عن مجلس المستضعفين من المؤمنين، يعني خباب وسلمان وهؤلاء المستضعفون، يعني كيف للسادة أن يجالسوا هؤلاء القوم؟ فإذا أردت يا محمد أن نسمع ما تأتي به من الوحي فاجعل لنا مجلسا واجعل لأتباعك مجلسا آخر. ده مسألة في غاية الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ دعوة الله لكل الناس، وأهل قريش كلهم يسيرون وراء هؤلاء الملأ. فالملأ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا مجلسا واجعل لأتباعك مجلسا آخر. والحقيقة أن أهل الأطماع يكرهون أهل الحق من صحيح الاتباع، يكرهونهم كرها شديدا. وإذا ما دخلوا في دين الله عز وجل كانوا ضررا ماحقا، إلا إذا كانوا على الجدة سائرين وبطريق الإخلاص مستمسكين كانوا ضررا ماحقا. كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل. خلاص إذا كان المقصود إن الملأ من قريش يسمعوا القرآن ويسمعوا الدعوة أجعل لهم مجلس بخلاف مجلس الفقراء والضعفاء من المؤمنين، خلاص لا بأس لا بأس لا بأس. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل. قال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. القصة المشهورة قصة الرجل الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالكلام مع بعض المشركين، عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ليقبل على هؤلاء الملأ. أيضا عاتبه ربنا عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات. إذا في هذه المواقف أكبر دليل على أنه ينبغي للداعي أن يقبل على أصحاب الإخبات والقلوب الطيبة وأن يصرف إليهم الجهد، لا أن يكون معنيا بعلية القوم ظنا
أن هؤلاء الناس هم الذين سينصرون الدعوة، وأن الدعوة إذا حشد لها الأتباع تبرأت من الأطماع. بالعكس، الاهتمام بالكثرة، الاهتمام بالكثرة هذا أكبر مطعن في الدعوة. الاهتمام بالكثرة دي أكبر مطعن في الدعوة، أكبر مطعن. لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع أهل قريش على دعوته، كان ممكن بس يتنازل شيء يسير، يتنازل حاجة بسيطة، فإذا ما تنازل شيئا يسيرا سمعوا له وربما دخلوا في دعوته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. بعض الناس يقول لا بأس أن تقصر اللحية حتى تكون كسنتيمترات، لا بأس، لا بأس، يعني تجعلها خيطا رفيعا. ويأتون ببعض النصوص الضعيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول اللحية وعرضها، وهذا مذهب الشافعي. بل حكى الشافعي على أن إطالة اللحية فحش ومكروه، إطالة اللحية على حالها. هذا كلام غير دقيق. نعم، قال شيء من ذلك بعض أهل العلم كالإمام النووي وغيره، ولكن الدليل لا يؤخذ بأقوال الناس، والدين لا يقبل ولا يؤخذ بأقوال الناس، وإنما بأقوال من بعثه رب الناس صلى الله عليه وسلم. كيف كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت لحية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ لم يثبت أن صحابيا أخذ من لحيته إلا عبد الله ابن عمر وابن عباس، وهذا فعل خاص في موسم الحج، وهذا فهم الصحابي، لا فهم النبي ولا فعل النبي. وإلا فإن عبد الله ابن عباس الذي تستدلون به أجاز زواج ماذا؟ المتعة. أأنتم تقولون ذلك؟ هذا فهم عبد الله بن عباس. قدامة بن مضعون شرب الخمر وأحلها لنفسه، وهو صحابي جليل شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عصر من؟ عمر بن الخطاب. يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ولكن هذا فهمه، فهم خطأ ولا صحيح؟ فهم خطأ، وخطأه عمر رضي الله تعالى عنه. فليست العبرة برأي الصحابي، وإنما العبرة برواية الصحابي، ودي مسألة أصولية مهمة جدا. العبرة برواية الصحابي لا برأي الصحابي. يمكن للصحابي أن يفهم المسألة، ويكون هذا الفهم ليس بالسديد في هذا الموضع. عبد الله بن عمر وهو الثاني من الذين كانوا يقبضون باللحية عند الحج ويقصون ما زاد، عبد الله بن عمر كان إذا توضأ أدخل الماء في أجفار عينه، وكان ذلك هديه حتى عمي، أصابه العمى. فنقول لهؤلاء القوم خلاص يلا استمسكوا بهدي عبد الله بن عمر في الوضوء، ومن يدري جزا ربنا عز وجل يكرمكم ويعجل بالآفة إلى عيونكم حتى يستراح من أذى كثير أنتم تقولون وتفعلون. إذن هم يتخيرون من أفعال الصحابة ما يوافق ماذا؟ أهواءهم، يتخيرون على مزاجهم الحاجة اللي على مزاجهم يعملوها. ولن تعدم في أي صنيع أن تجد سابقا لك، أي صنيع، أي صنيع فيه خلاف للنص لن تعدم أن تجد سابقا لك. ولكن هذا السابق ليس بنص، وإنما هو ماذا؟ فهم، فهم. فلابد للسالك إلى الله أن يصبر.